ضحية الصراع بين السياسيين التقليديين والسياسيين الحزبيين وندفع الثمن. هذه السلسلة المستمرة من الصراع بين الظالم والمظلوم بأي صفة وصفت الظالم والمظلوم من خلالها بدأت المعركة من أيام آدم صفوة الله ونوح النبي الله وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد حبيب الله وعلي ولي الله وهكذا.